يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقبر الإنسان في بيته أو في غرفة قائمة في مزرعته؟ الأولى أنه يدفن مع المسلمين، لأنه إذا دفن مع المسلمين يكون هذا أحفظ له. أما إذا دفن في بيته أو في مزرعته فربما أنه يمتهن أو يشال، المزرعة هذه تشال أو تحرك أو تبنى، فيكون معرضاً قبره للأذى والامتهان، فيدفن مع المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك محرماً، وأيضاً إذا دفن وحده لا سيما في داخل مبنى يجون الخرافيين يقولون هذا ولي ويتقاطرون عليه للدعاء والاستغفار، ما صار الحال هنا إلا لأنه شان. نعم.